كنت بعمر عمر 12، يعني عمر جدا قاصر، عمري يعني طفلة 12 سنة. فشفت عنف منه في يعني سبب فارق العمر. شلون تزوجتي أول مرة بعمر 12 سنة؟ مو كل شيء صغيرة؟ اي صغيرة، احنا مجتمعنا مجتمع عشائري يعني، وهو يعني ابن عم، يعني عندنا ابن عمين رفض يعني بأي عمر يزوجون. فتزوجت، فيعني عاملني معاملة سيئة بالضرب، انه تصرفات طفلة، عقل طفلة، رأسا يردني بيوم وليلة، يعني امرأة ناضجة، عقل متكامل. انا شفت يعني ما أعرف هذا الشيء، يعني بعدني طفلة ما افهم يعني ما اعرف شيء. فانه حتى حا يعني العلاقة الزوجية، يعني علاقة الزوجية يعني شفتها مثل حالة اغتصاب، يعني مؤثرت على نفسيتي. شفتيها حالة اغتصاب؟ شفتها مثل حالة اغتصاب يعني مؤثرت على نفسيتي. اجبرتي على هذا الموضوع؟ اجبرت على هذا الموضوع اني. فيعني تفاجأت يعني بهو امور، تفاجأت به الامور الزوجية، وبقيت اعاني من هذا الشيء. وبسبب يعني تمرضت، انه قررنا بعد يعني الانفصال، انه هو قرر اني ما تفيدني وصغيره وعقلهم. من راد ينفصل، انت او هو؟ انا حتى ما ذكرت هالشيء، بس بسبب حالتي اللي صرت بيها. انه اللي صار بيش ممكن تحكي لنا؟ حصلت بحاله نفسيه، صار عندي خوف، يعني خوف من الزوج، خوف منه، يعني ما رد اتقرب له، يعني حتى كانت الغرفه انه ما رد ادخل لها ابد نهائيا. خافين تدخلين؟ اخاف ادخلها نهائيا. وحتى يعني خافين تدخلين الغرفه لانه تعتبريها مكان تختصر؟ اتذكر يعني مكان اللي تربيت بيه انا، يعني اتذكر يعني كل وانت صغيره وانا صغيره عمر 12 سنه. ليش طبيا افضل انه تكتمل الاعضاء التناسليه بالنسبه للبنيه حتى تتزوج؟ يعني ايش قد ممكن انه يكون هذا الموضوع خطر عليها، انه تكون بعمر صغير وتصير عندها علاقه جنسيه، لانه زواج بالنتيجه هو علاقه جنسيه؟ احنا نلاحظ هو الزواج هو ليست فقط علاقه جنسيه. نعم. لكن علاقه جنسيه ممكن تصير بالعشر سنين، بالدعس سنه، بال 12 سنه، 14 سنه بالدول الغرب، 14 سنه اكو زين. لكن احنا بالنسبه للكفتات تمارس يعني كعلاقه زوجيه بها خواطر، يعني بها مشاكل. شنو هي؟ مثلا ممكن يصير عندها جرح العجان، بعدين هي ما مفتهمه شنو بعد شنو الزواج اصلا، شنو الزواج، كيف تتم العمليه الجنسيه، ما عندها ادراك. انا عندي واحد هو وزوجته قالوا لي احنا اول يوم، هم حكوا لي اياها هم الزوج وزوجه، قالوا احنا من زوجنا ما نعرف شنو، اني اركض وراها بالغرفه وهي تركض وراي وخلاص، ما يعرفون شلون يعني يسوون علاقه جنسيه بعدهم صغار بالعمر، يعني عرفتي شلون. بعدين قبل ايام زمان ما كان اكو لا يعني انترنت، لا اكو مثلا وعي، هسه غير. هسه مثلا واحد ممكن يشوف انت قاعدة شوفين مثلا فيلم، أو تفتهمين شنو العلاقة الزوجية، أو تفتهمين العلاقة الجنسية، أو يعني تعرفين. لكن قسم من الأوائل ما ينطون مجال، قسم من الفتيات ما عندهم أصلا تليفون موبايل ولحد هاي اللحظة، فهاي شو تعرف. بعدين أكو مثلا تواصل دراسي، الدراسة مهمة كلش، يعني وين واحد يكمل الدراسة، وين واحد يقعدوها يبطلوها عمر 10 سنين للخامس ابتدائي وبطلوها كلش بعد ما افتهمت. نعم. يعني احنا مثلا بالثاني متوسط علم الأحياء كله بالتفصيل شارح العلاقة الجنسية. نعم. شارحها بالعربي باللغة العربية. إذا واحد يقرأها مرة أو مرتين أو ثلاثة، بعدين يرجعون يقرأها بالسادس ثانوي أيضا مفهومة وواضحة. وزي إذا هم دول مبطلين وقاعدين بالبيت وين راح يقروها؟ نعم. فرض دول مبطلين وقاعدين بالبيت وما عندهم لا يعني يخلوها مثلا على التلفزيون، ما تشوفين شيء أشياء، أو مثلا تليفونات مثلا ما عندهم، أو ما عندهم إنترنت أصلا بالبيت، خط ما عندهم إنترنت زين، وجاء واحد دق بابهم وزوجوها للبنية، ما عندها ضعف يعني قلة خبرة. الخبرة مهمة، يعني الدراسة مهمة، الوعي مهم، الاكتمال الجسم مهم، اكتمال الذهن مهم، اكتمال الناحية النفسية مهمة جدا. فحتى بدون موافقتي، بدون رأي، انه كذا يوم الخطبة كذا يوم كان يضربك؟ حمي اي كان يضربني بسبب تصرفاتي يعني او عقلي. انت كان يضربك، شنتي تسوين؟ اني يعني اخاف حيل، يعني بس ابكي يعني. تبكين؟ اي اريد والدتي، يعني طفله بعدنا صغيره، اريد والدتي. تريدين والدتك؟ اي والدتي اريدها. تروحين عليها من يضربك؟ لا مو هي، من بعيده. بعيده شيء.
فما لقيت حضن حنين يعني بداخل العائلة. احنا رغم عائلة كبيرة كانت فما لقيت مثل حضن حنين، بقيت بس حابسة نفسي وابكي ابكي. دكتورة، بعض الحالات تكون الفتيات بالمطلق ما يعرفون يعني شنو زواج وما يعرفون انه علاقة جنسية، ينجبرون بليلة الدخلة على هذا الموضوع، وبالنتيجة انه البنية تتأذى ويصير عندها نزيف. هذه المشاكل الطبية. احنا شنو عندنا مشكلة اللخة؟ في مجتمعنا عندنا مشكلة اخرى انه هي بدون علامة مع الزواج، فيظلون واقفين مثلا ورا الباب بدون علامة. زين دولة ما يعرفون شنو القصة، فطبعا هذا مستعجل الأمة مثلا تألمة او عمته او الرياجيل وياهم يألموا طريقة. زين مستعجل ما عنده ادراك، مثلا هو مصغير ده هي 12 ما اخذ مثلا واحد 16 او 18 هذا ما عنده خبرة. فلهذا يصير عندهم مشاكل في منطقة جرح الاجان، جرح يعني مو سهل جرح الاجان النزف والهذا. يعني وين الزواج يذكروها مثلا قسم يقولوا لي يقولون والله ما افتهمنا اللي رحنا على المستشفى وخدرونا واخذنا بنج وخيطونا وبعد طلعت من خشمنا الزواج ما افتهمنا كل شيء. يعني احنا بقينا 10 ايام 20 يوم ما يجي علينا الرجال وبعدين على كيفنا على كيفنا. يعني هاي كلها من ناحيه سيكولوجيه مهمه. استاذ، ما هو سن اهليه الزواج؟ بالنسبة لأهلية الزواج، القانون الأحوال الشخصية العراقي حدد سن محددة للزواج بالنسبة للقاصرين، فأشار إلى أنه من بلغ من أكمل سن 15 من العمر له الإذن بالزواج، بعدين يقدم طلبا للقاضي، والقاضي بعد يستكمل إجراءات عقد الزواج يأذن له بالزواج بالنسبة للقاصر، بعد أن يفرق بين من أكمل ومن بلغ. حالتين واحدة مختلفة عن الثانية. نعم، يعني كيف يفرق القضاء انه هذه الانسانة، احنا بدنا نحكي عن زواج القاصرات، اهلة للزواج حتى لو اكملت 15، يعني شلون يعرف القضاء انه هي مستعدة للزواج؟ بعد ان قدم طلب من قبل صاحبة العلاقة اللي هي القاصرة، اللي هو حجة بلوغ بالنسبة للقاصرة، القاضي يسطر تهنيشه على أصل الطلب ويحال مقدمة الطلب إلى لجنة طبية في المستشفيات الحكومية لبيان قابلية المتقدمة للزواج، قابليتها للزواج. بعدما يأتي التقرير الطبي يبين فيه من قبل المستشفى بأنه فلانة بنت فلان هي لائقة للزواج، بعد إجراء الفحص الطبي يعني من قبل المستشفى يقدم تقرير يربط بالإضبارة الطلب. بعد ذلك تدون أقوالها وتدون أقوال والدها مع شاهدين، فالقاضي على ضوء ذلك يصدر حجة بحجة بلوغ للمتقدمة للقاصرة. بعد ذلك تستكمل إجراءات الزواج الأخرى. زواج القاصرات يعني زواج الفتيات بأعمار 10 سنة و12 سنة و14 سنة، هذه الأعمار الصغيرة اللي هي تكون بين مرحلتين الطفولة والمراهقة، طبياً كم هو أمين على الفتيات الزواج مثل هذا العمر؟ طبياً ما يشجع على هذا الزواج نهائياً، يعني عمر 12 سنة 13 سنة 11 سنة، لأنه يكون الجهاز التناسلي غير متكامل والأعضاء أيضاً الأنثوية غير متكاملة سواء يعني للفتاة أو للولد. يعني يعني يجب يعني طبيا ان تنتهي مرحله المراهقه ويتم الزواج، يعني 18 سنه 16 الى 18 سنه معقوله من ال 12 وال 14 سنه، يعني ال 14 حتى هاي الاعمار مو بس الاعضاء التناسليه او الفيزيولوجيه الاعضاء التناسليه غير مكتمله، لا يعني حتى فكريا عقليا ذهنيا سايكولوجيا، يعني الهرمونات لها دور مهم بهذا الامر. يعني انا عندي كثير من المريضات يعني يراجعوني واسالهم، يعني انه الزوجه هم يعني عمر صغيره يحشوا لي هموم. هل حد قانون الاحوال الشخصيه من جريمه زواج القاصرات؟ لانها يعني في العالم ما زال ينظر اليها على اساس انها طفله. نعم، بالنسبة للقانون الأحوال الشخصية النافذ هو نفسه قانون الأحوال الشخصية القديم. طبعا هذه هي نسخة اللي هي متوافرة بالمكتبات القانونية لقانون الأحوال الشخصية اللي هو رقم 188 لسنة 1959. هذا القانون اللي حبيت أنا أعرضه كنسخة حتى لأنه لا يكون يعني تغطية المعلومة بصورة فقط كلام، وإنما نستند على القانون اللي هو موجود تحت أيدينا. هذا القانون طبعا من سنة 1959، حضرتك تعرفين وكنا نعرف انه ماكو مجتمع
يبقى على ما هو عليه من أعراف وتقاليد وقوانين لفترة طويلة تصل إلى 60 سنة. نعم. يعني هذا القانون ما يقارب 60 عام هو موجود في العراق. نعم صارت بعض التعديلات البسيطة على أمثال قرارات مجلس قيادة الثورة، ولكن سؤالك اللي هو أنه هذا القانون هل هو حد من ظاهرة زواج القاصرات؟ نعم. اللي تعتبر جريمة وفق ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. نعم. اللي هو يعتبر جريمة وفق ميثاق جامعة الدول العربية. وكذلك أنه بكل القوانين الإنسانية والاجتماعية، وبالتالي هذا القانون قاصر ولم يحد من هذه الظاهرة. والدليل أنه لا زال أنه بالمجتمع نعاني من شنو؟ نعاني من زواج القاصرات. نعم. القانون حاليا يخلي عقوبة فقط للي يتزوج خارج المحكمة. بس أمام المحكمة تصبح واقعة التزويج واقعة شرعية. نعم. لا تجد المحكمة سوى تصديق هذه الواقعة الشرعية. غير مؤهلة بهذا السن، يعني هي صغيرة السن وما عندها إدراك لتحمل الزوج، تحمل حياة زوجية، مواجهة الحياة الزوجية بما أكمله من الناحية جسدية، من الناحية العلمية، غير مكتمل نضوجها القاصر بهذا العمر. يعني شفت أنه هو لا مبال، لا يحترم المرأة. كيف طاولة خطوبتك؟ احنا كلش قليلة، يعني شهر الثاني، يعني شهرين تقريبا. اي يعني شهرين كلها صارت بشهرين. ما لحقتي تتعرفين عليه بهذه الشهرين؟ لا يعني كان فترة خطوبة السنة، فيعني يجينا ويروح، فما أعرف طبعا يعني بالخطوبة شنو. كانت فترة يعني قعد بها كلش قليلة. زين، ورا الزواج شنو اللي صار؟ شفت إنه إنسان لا مبالاة، إنه ما يحترم المرأة، ما يقدرها، ما يصونها، ما يحافظ عليها. خلينا شوية نوضح هاي المسميات. ما يحترم المرأة، ما يقدرها، ما يصونها، على أرض الواقع شلون ترجم هاي الافعال؟ يعني شنو اللي كان يسويه بحيث انت حسيتي هيك؟ مثلا اشياء في الموضوع، فد يعني يضربني باداه، يعني بعدين زادت يعني يضربش باداه، باداه يضربني. شنو هي الاداه اللي يضربش فيها؟ مره رماني رمي إيه، بس رمي يعني طلقات بس ما جت بيه. ومره بآله جارحه بسكينه ضربني بيها هنا، ضربك بسكينه؟ اي. ومره يعني بهاي الاشياء فخفت، بس بهاي يعني مرور السنوات يعني رامي بسكينه وهو يعني هاي مال الشرطه، العصا مال الشرطه. اي الدونكي. يعني هو ايش عشان يضربني؟ هو اي شيء يعني ما تجي حاجه يضربني بيها، يعني اي حاجه تجي بايده، اي حاجه يضربني ويضربك بايده. اي يضربه بايده. دكتوره، باعمار صغيره يعني هاي ال 12 سنه وال 13 سنه البنيه تحبل، ايش قد يكون هذا الحمل يكون امين، معرض للخطر، مهدد بالاسقاط؟ عندها هي القدره الجسديه انه تشيل ايضا طفل ببطنها، يكون جسدها يعني قادر؟ يعني هو جسدها طبعا ما يكون 12 سنه 10 سنين الا اذا اللهم جتها الدوره بذاك الوقت، يعني عندها دوره وزوجت وحملت يعني وصار عندها حمل. ايضا حتى رحمها يكون صغير، يعني ممكن تكون معرضه للاجهاض اكثر من غيرها، ممكن معرضه للولاده المسبقه اكثر من غيرها، ممكن معرضه لتسمم الحمل ايضا اكثر من غيرها. لكن المشكله العظمى اللي هسه نشوفها كثير انه هي مشكله الحمل الانقودي. يعني كثير من النساء يجوني فتيات يعني 16 سنه 14 سنه 13 سنه متزوجين، لكن اول حمل صار عندهم حمل انقودي. هاي كارثه والله. يعني انت حمل انقودي اللي هو شنو دكتوره؟ الحمل يعني ماكو طفل، ماكو طفل، عباره عن انقود عنب، وهرمون الحمل يطلع عندهم ايجابي، يعني عندهم حمل لكن ماكو حمل. زين، هاي يراد لها متابعه سريريه، يراد لها مرات ادويه يعني كيميائيه. يعني من تجي تخيلي واحدة راح تاخذ علاج كيميائي ولازم تاخذ، يعني تخبرون ينهارون، يعني ما يقبلون، يعني اهلها ما يستوعبون، هي ما تستوعب، هي تخاف. زين، هو حتى العلاج الكيميائي في هذا يعني هذا النوع، هذا شلون يتكون هذا الحمل العنقودي؟ يعني ما يعني يتحد حامل مع بيضه، ما يصير، ممكن يصير جزئي، ممكن يصير كلي، يعني ماكو طفل، لكن كله عباره عن مثل شلون مشيمه، بس عباره عن يعني عنقود انا بيسموها، يعني ماكو طفل، لكن اكو حمل يطلع الهرمون الحمل
إيجابي. زين، هذا الحالة المرضية تحتاج إلى كورتاج وتحتاج إلى متابعة سريرية طول يعني فترة طويلة وإلى أخذ علاج كيميائي. زين، أنت الأهل تعرفين يقولون علاج كيميائي يقدر يهبطون، هي ما تقبل تخاف. زين، أخذ علاج كيميائي زين، ما تبقى لازم يصير أداء حمل أقل شيء 6 شهور. راح تبقى هي والمتابعة الهرمون الحمل. يعني إرادة علاقة، يعني إرادة متابعة سريرية ويراد لها يعني روحها وجية وكثير من النصائح والإرشادات. يعني دولة أيضا يعني صعبين خطية يعني. والله أكو لحظة ضربش فيها حسيتي نفسك إنه مو بس تتأذين؟ يعني أنا بهذا حمدي هاي آخر شيء إنه بسبب الضرب يعني أنا يعني قلبي جاي يوقف، فيعني وقعت كلش انتهيت، فأخذوني المستشفى أجهزة قلب وتخطيط وهاي يعني شوية رجعوا لي حالتي. ويعني كانوا أنا توم فقدت واحد من عندهم بسبب الضرب. يعني أنت حامل بتوم؟ توم أي. وفقدتي واحد بسبب الضرب؟ بسبب الضرب فقدت واحد. يعني تعجبت بهذا الشيء يعني. إيش حسيتي من فقدتي ابنك؟ ما كنت أعرف إنه 2 يعني. فقلت إيه هاهي يعني. ورا فترة يعني نفس الحالة فضلت عندي. فالتجأت لحظتها من قالوا ليش إنه أنت فقدتي ابنك، أنت حامل بتوم وفقدتي ابنك. وانت فقدتي لانه ابوه ضربك. فقدتاني حسيتي شنو كان رد فعلك؟ شنو كان شعورك؟ كان ضرب قوي جدا يعني كل مكان ضربني. بس من فقدته انه تكيفت، انه اولا من صار مو بارادتي يعني اني ما كنت رايده انه الطفل ثاني. كيفتي؟ كيفت قلت انه راح يجي على هالمعاناه والتعب وها. فقلت الحمد لله ان رب العالمين اخذ يعني ما رضي يصير ما رضي يعني. بقيت حارب هذا ابني يعني حيكبر وشلون. فقلت يلا خليه بس واحد والحمد لله والشكر. فورا فتره انه قالوا لا هذا طفل ثاني. هي هاي المره يعني هاي حسيت انها مجتمع شاعري انه هي هاي المره تتحمل اشكال تشوف يعني. هي هاي المره يعني انه تنظر المراه وتهان وغير مصانع الرجل عندهم يعني. انه تتحمل تضرب وتهان وحتى ما عندها فلوس تصرف على جهالها. اي كلها يعني عندهم ما هيك شيء يعني. السبب انه مو هذا، لا السبب انه مسؤوليتي ما يريدون يتحملونها يعني. ما يريدون يتحملون. فقدت والدي يعني انه تركنا فوالدتي ما رضت تتحمل بعدها مسؤوليه يعني. وحتى اقاربي بس انتم مجتمع عشائري قلتي لي انتم مجتمع عشائري عشائر. وتحكمنا القبيله وتحكمنا العشيره انه المراه خلاص هاي زوجته صارت يم اهلها. العشيره هاي وين هم شفتهم انا انه من اول مشكله يعني التجأت لهم وشكيت لهم انه ما سوى لي حل. اللي ايه خلاص هاي تحملوا شو تشوفين وخلاص هاي ما سوى لي حل يعني. قلت انا ليش مره واثنين وثلاثه؟ فبقيت نفس مكاني يعني. والدتي امراه يعني لا حول ولا قوه تقدر تتصرف اي شيء. انه متوفى والدي انتي صاحبه بنات انتي ما قلت شغله بعد هاي احنا شغلتنا وامورنا ما تدخلين وما تحكين. يعني من الممكن انه تتزوج اصغر من 15 سنه؟ احنا الفصل بين الحالتين هو اللجنه الطبيه. نعم اللجنه الطبيه احنا المتقدمه للزواج بالسن القاصره نحينها الى اللجنه الطبيه. اذا كان تقرير اللجنه الطبيه انه هذه المتقدمه للزواج أهل للزواج لائق الزواج من الناحية الطبية الفسلجية المحكمة على ضوء ذلك تستكمل إجراءاتها الأخرى. يعني أستاذ هنا 15 سنة ما يعتبر قاصر؟ لا يعتبر قاصر. لا هو قاصر. هو حكم قاصر. بس نعم. إحنا أي متقدم للزواج يطلب شو اسمه نحيل اللجنة الطبية. إحنا نعتمد تقرير اللجنة الطبية. لأن تحصل عندنا من بعض الحالات إشكالات يعني. نعم. مثلاً الأب يعترض. الأب بعد ما يحصل الزواج. تصير عندنا إشكالات حالات مرضية كذا. فإحنا احتياطا لهذا الشيء القانون وضع حدود وضع قيود. من بلغ من أكمل 15 من العمر ويقدم طلب إذن بالزواج إذن بالزواج لحجة البلوغ يحال إلى لجنة طبية. اللجنة الطبية هي تحدد قابلية القاصرة للزواج من عدم. أهل الدين الإسلامي يسمح بالزواج من الفتاة إذا أكملت 9 من العمر. يعني اللي عمرها 10 سنين توها دخلت بالعشر سنين يصير تتزوج. هاي مشكلة.
بس احنا كقوانين مدنية لازم نفرض ويخالف الدستور اي قانون. ست جمانة احنا عندنا دستوران، ليش جبت طارية؟ الدستور هو القانون الاعلى والاسمى في البلد. اي قانون يخالف ما ورد في الدستور ويخالف مبادئ الدستور، هذا القانون يعتبر باطلا لمخالفته منه الدستور. يعني بهاي الحالة احنا لازم مش نحتاج نعدل الدستور. نرجع لمشكلتنا اللي هي الدستور، لازم نعدل الدستور. لازم الدستور ينص لا احنا ما نطبق الشرائع والمذاهب، لابد انه نطبق القوانين المدنية الحديثة. من اللي قرر تتزوجون؟ اهم نعم يعني ابويا وعمهم. انت رفضت بوقتها؟ انا رفضت بوقتها، يعني مو انا رفضت، بس كانت والدتي يعني تقدر هذا الشيء وتعرف، يعني كانت تقول طفلة لما انت اعرف يعني انا الزواج شنو، الرجال شنو. ما هي عادة يعني أسباب طلاق القاصرات؟ يعني لما يجون وهم بأعمار صغيرة ويريدون يتطلقون، شي حشولك؟ تدخل الأهالي، تدخل الأهل هذا سبب مشكلة بتفكيك الحياة الأسرية، إن كان من قبل الزوج أو الزوجة. تدخل الأهالي هذا سبب عندنا مشكلة كلش كبيرة. وأزمة السكن، أيضا يعني أزمة السكن، شوفين العائلة يعني من عدد أفرادها أكثر من 5 أنفار 6، هذا حد إلى نعم إلى صار حدوث مشاكل يعني بداخل العائلة. والقاصر ما عندها فد قدرة تحمل الحياة الزوجية وشون تتعامل ويا أم زوجها ويا أخت زوجها. زين شنو الأسباب؟ إنه عصبي كلش، إنه هو عرفت هواي أشياء يعني ورا الزواج، إنه أنا مو الأولى، عنده 2 قبلي ونفس المعاناة، يذبون الأطفال عليه ويروحون ينفصلون عنه. في مرة الاثنين عالي يعني أنت زوجته الثالثة. أنت زوجته الثالثة. يعني هذا الشيء ما أدري بي. ما تنتي تعرفين إنه هو متزوج بهذا الشيء. أي 2 قبلي. شفت أطفال بس ما سألت عليهم منو يعني. أهلش ما سألوا عليه؟ أهلي لا. ما سألوا عليه من إجا تقدم لش وذي خطبش؟ لا. ما سألوا عليه. يعني شلون على جوره وهاي وعلى ضمانتنا وقريبنا هذا. نعم. أي فعل هالشيء هذا إنه. ازاي يعني صارت الخطبه والزواج. فيعني مو شنو الاسباب اللي كانت يضربك على مودها؟ يعني شنو المشاكل اللي كانت تصير بحيث يوصل لهاي المرحله من العنف؟ يعني رامي انت كان ممكن انه تموتين باي لحظه من اللحظات. أي لحظة لو طلقه مثلا اجت بيش، هي الاسباب خلتني اتركها. يعني شنو الاسباب؟ احشينا شنو المشاكل كانت. المشاكل انه على مثل القوت اليومي، القوت اليومي ماكو يعني الفلوس. اي ماكو يعني لا منوع المخصص انه في مبلغ محدد. اي في مبلغ محدد مثل القوت اليومي هذا ماكو شيء. ماكو يعني بامكانه يقدر يشتغل بس هو ما يشتغل. يعني هو ما يشتغل. اي هو لا مع العلم يعني هم موظف دائره حكوميه وراتب حكومي، بس هم يعني لا اهتمام بدوامه، ف كلها غرامات راتبه، في يعني شيء جدا بسيط. باقي موظف غير ملتزم في الدوائر. غير ملتزم. نعم. في الدائرة مالته عقوبات ونقلات وها، فيعني من وراء دوامه يسوي له انهاء خدمات ويرجع، يعني بسبب انه ما يداوم. لا مبالاه، ما عنده فلوس يصرف عليكم له هو يعني عنده و... لا ما يشتغل يعني ما يتحمل مسؤولية. ما يتحمل مسؤولية. يعني فاختارت إنه أنا أشتغل في شغلات بسيطة بالبيت، يعني بس أطلع بها قود أطفالي. يعني شفت المشكلة، يعني صوّشت نفسي، قلت المشكلة. صوّشتي نفسك. إيه. قلت المشكلة بيا أنا، هو يريدني يعني عمره أنا هذا جو عقل متكامل. يعني ما صوّشتي عمرك إنه أنت عمرك 12 سنة، أو ما صوّشتي أهلك زوجك بعمر 12 سنة. زوجونا قلت بعمر نعم. صغير وحسب تصرفات. هذا السؤال هو يجاوب نفسه من خلال كلمة زواج القاصرات. القاصر ما معنى القاصر؟ أي القصور عن الإدراك العقلي وتكامل الشخصية لتحمل مسؤولية الزواج. الزواج حياة جديدة سجمانة، حياة بها مسؤولية، مسؤولية تقبل الآخر كزوج، مسؤولية تقبل الوضع الاجتماعي والنفسي والعاطفي الجديد، مسؤولية تحمل أطفال، مسؤولية واجبات منزلية. وبالتالي لما العلم يقول لي هذه قاصر، يعني عقلها ما واصل إلى مستوى الكمال والتمام، يعني شيء ناقص. القاصر هو من النقص، النقص في العقل والإدراك. فلذلك هذا هو السبب الحقيقي والأول لوقوع الطلاق وفشل الزواج.
وبالتالي سببنا الأول لما نقول هو العلم شي يريد، العلم يريد من البلوغ وإكمال 18، لأنه عندي تقرير تقارير طبية تقول الإنسان لما يكمل 18 سنة عقله يكون مؤهل علما لإدراك الأشياء بصورة بعيدة عن التأثير العاطفي وبعيدة عن تأثير المصلحة وبعيدة عن التأثيرات الاجتماعية. مرت في 3 سنين 3 سنوات صار بي خوف شديد من أي رجل أشوفه، حتى داخل البيت يعني من أب أو أخ، يعني حتى كان والدي والدتي إذا قربنا مثلا أشوف والدي يعني هيجي أخاف على والدتي، يعني هيجي صار بي الشيء. فحتى أبكي يعني هيجي أخاف، قمت حتى أبوي أضوج منه إذا أشوف أبويا ومثل أمي أضوج منه، أضوج من كل رجل أشوفه، يعني حتى أخويا يعني حتى لو محرم عليه بس أضوج من كل رجل يعني، وأخاف كلش أخاف. خافين شو تسوين؟ تنهزني؟ نعم خافين شو تسوين؟ تنهزني؟ بكاني بس خوف بداخلي ترجفين؟ يعني صار عندي خوفه وما أريد أحد يحكي، ما أريد مثل أشوف أحد. دكتورة ما هو السن المناسب للزواج؟ يعني الثلاثينات والعشرينات، يعني من 25 سنة 24 سنة، يعني فوق 20 حقيقة. يكون دول يعني من 20 إلى 35 ممكن. هسه حاليا أنا أشوف يعني من خلال يعني المرضى المريضات اللي يجون عندي أشوف تفاوت كبير. يا أشوف واحدة كبيرة بالسن متزوجة لأول مرة أو حتى ثاني زواج متزوجة يعني أول مرة، أو أشوف صغيرات كلش. يعني أستاذ اللي يتزوج قاصر أقل من 15 سنة بهذه الحالة إذا يجي يريد يصدق العقد بالمحكمة يتحول إلى التحقيق، هل هذا راجع أنه يخلي بعض الأزواج ما يلجأون أنه يصدقون العقود في المحكمة؟ بالتأكيد هي عقوبة رادعة لمن يخالف القانون يتزوج من أي مرأة، حتى وإن كانت حتى وإن لم تكن قاصرة خارج المحكمة، هي عقوبة رادعة للزوج الزواج خارج المحكمة، وتدون أقوال الزوجة كشاهدة ضد لأمر تنظيمي حقيقة، هو لأنه يتعرض للعقاب سواء كانت العقوبة في محكمة الجناحية بالغرامة أو بالعقوبة السالبة للحرية. طيب أستاذ، هل يعتبر الزواج بالإكراه باطلا؟ نعم، ومن حق الزوجة أن تقيم دعوة تفريق لزواجها بالإكراه، تفريق من زوجها إذا أكرهت على الزواج من الرجل. في بأي مرحلة عمرية من الممكن أنه يعني تطلب يعني تقدم طلب تفريق؟ يعني إذا كانت أقل من 18 سنة هل يحق لها أن تقدم هذا الطلب أو تنتظر؟ تعتبر قاصرة، هي تعتبر قاصرة والخصومة مالتها هنا ما تحقق خصومتها، عندما تبلغ تقيم دعوة بالطلب التفريق إذا أرادت يعني ذلك. يعني أستاذ بس مثلا إذا هي تتزوج عمر 13 سنة يعني لازم تنتظر مثلا أو 12 سنة أو حتى يعني 14 سنة، يعني لازم تنتظر سنين من 7 إلى 6 يعني هذه فترة طويلة؟ طبعا أكيد فترة طويلة، متروك إلها هو الأمر، من الزوجات من تستمر في حياتها الزوجية وتكون حياتها سعيدة، وهناك من تعتبر هذا الموضوع وضار بها وتقيم دعوة تفريق للضرر. هل من الممكن تزويج القاصر المختل عقليا؟ بعد ما يربط تقرير طبي، هل في زواج هذا الشخص مصلحة بالزواج أم لا؟ أيضا الموضوع خاضع لتقدير اللجنة الطبية. نعم. القاضي يحيل المختل عقليا، هل في مصلحة للمجتمع أم في ضرر على المجتمع؟ إذا كان تقرير اللجنة الطبية العقلية النفسية أنه هذا زواج ضار بالمجتمع يمنع من الزواج. عسى أنت راح تغيرين الوضع اللي أنت بيه لو أنت باقية باللي أنت بيه؟ ورب الولاد إن شاء الله قلت أنفصل منه، إنه بعد التهاب أطفالي.